اخواني الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الاسر المنتجه ورياده الاعمال. وتستمر الحكايه، حكايه المبدعين، حكايه المنتجين، حكايه الاسر التي ارادت ان تستقل بموردها ودخلها وتعتمد على نفسها في اعمالها. تستمر الحكايه هذه المره مع أسرة منتجة، أسرة يعمل فيها الزوج والزوجة من أجل تأمين قوتهم وقوت أولادهم. وصلوا إلى حل ليكونوا أسرة مستقلة بدخلها، استطاعوا أن يعملوا وينتجوا قوت يومهم بهمتهم، بجهدهم، بتعبهم، وأيضا بمساعدة الأصدقاء من حولهم. معنا اليوم أسرة محمد عثمان. محمد عثمان وزوجه مدام شوق، أهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء، وأرحب بكم في استوديو كنار تي في حتى نتحاور سوية بهذا العمل والأعمال التي تقومون بها. فأهلا وسهلا بكم. أهلا بك. أهلا بك سيد محمد. محمد، بداية ممكن تحدثنا شوي عنك، عن نفسك، كيف أتيت إلى كندا ومنذ متى؟ بعد الأحداث اللي صارت في سوريا، أنا رحت أنا وزوجتي وأولادي وأمي وأخوي، ريفيجيت على لبنان، وبعثت الأمم المتحدة أو اليونشر مسج بتحب تطلع على كندا، وطلعنا على كندا بال 2016 بفبراير 2016، جينا لهون على كندا واستقرينا هون بكندا. صرنا 4 سنين تقريبا وكم شهر. أنت كنت بتزوج؟ كنت بتزوج لما جيت؟ يا انا متجوز من 11 12 سنه تقريبا، 2007. طيب خلينا نعطي دور لمدام شوق تحكي لنا عن الاسره، اسرتكم من ايش تتكون وتفاصيل الاسره الكبيره. نحن اسرتنا متالفه من انا وجوزي، وعندنا 4 اولاد، صبيين وبنتين. ما شاء الله. وانا اولادي خلفت كلهم بسوريا. وانا يعني جوزي هون بكندا. يعني انتم صار لكم 4 سنوات في كندا؟ ايه، صرنا 4 سنين وكم شهر يعني. اوكي. طيب محمد، اول ما وصلت الى كندا، فكرت انك تشتغل، فكرت انك تدور على وظيفه؟ وبجوز في البدايات انشغلت في دورات اللغه، دورات. احكي لنا عن بداية وجودك في كندا، ايش اللي عملته وايش كانت الانشطة اللي انت تعملها في بداية وجودك في كندا؟ اول ما جينا على كندا عملنا طبعا البيبر وورك، الدوكيمنت تبعتنا خلصنا. طبيعي. طبيعي. وبعدين التحقنا بالكورس للليرن انجلش في المدرسة الاي اس ال سكول بيقولوا له. كنت اروح على المدرسة، كنا مسجلين بالاولاد بالمدرسة بعد ما قبلوهم. فكان مرتي تروح الصبح وانا بضل مع الاولاد لترجع، طبعا بروح انا افطرنون يعني تو شيفت، مبدل هي تدير الاولاد الصبح وانا المساء. بعدين من الاولاد راحوا على المدرسه، عاد انا رحت نقلت حالي على الكون كوليج، طبعا على اي اس ال سكول اولسو على البروجرام فور انجلش، بس طبعا اس لونج تيرم، يعني كنت تروح الساعه 7 تقريبا، بلش 8 الدوام للساعه 5 تقريبا او 4. رحت اول شيء كنت دورت على الشغل، اشتغلت بالشاورما يعني عشان يعني بدنا نصرف على العيله على الاولاد، فبلشت بالشاورما، بلشت اجلي صحون بالشاورما يعني هيك شيء. دورت على يعني شغلات. يعني يعني اشتغلت في مطعم شاورما، مش على السيخ، مش على اللحم، لا لا مش لا على الاكل. لا لا اخذت بالمطعم بس اجلي صحون وتنظيف شغل يعني. انا نعم. ما كنت بعرف الشاورما، اول مره بشتغل، انا بالاساس فلاح، عندي انا مزرعه وعندي أرض وعندي معدات كلها يعني إلي،
انا فلاح من انا صغير يعني، درست بالمدرسه طبعا بالمعهد الزراعي، لما جيت لهون الوضع بيختلف كثير، ما في زراعه، ما في امداد، يعني بدها مصاري كثير، يعني بدها راس مال كبير. فعلى انه شيء هلا نعيش منه طبعا، لان جايين جداد، ومن اجينا ما كان معنا هذاك المبلغ يعني يكفينا لكم شهر، لان بالاساس نحن ريفيجيين بلبنان يعني. نعم المبلغ اللي طلعته معي من سوريا كمان يعني تقريبا راح 70% 80% بلبنان منه. بس كان اربع يجيك دعم من الحكومة صح؟ يجيني دعم الحكومه، بس دعم الحكومه طبعا يعني مش انف يعني انه تعيش يعني، طبعا انا ما بدي ضلع طب يعني الحكومه. خلينا ممكن انا استوقف هنا، ممكن نستفيد فائدة صغيرة ولو كانت خارج الموضوع. كثير من الناس بيعتقدوا انه الناس اللي بتيجي بتاخذ ويلفير وبتاخذ دعم من الحكومة بلس انه عندهم اولاد، نحكي من 3 اولاد واكثر، المبلغ اللي بياخذوه من الحكومة بيعتمدوا عليه وبينبسطوا عليه وبيكيفوا بيجلسوا عليه وبيكفيهم وبيعيشهم ملوك وسلطان زمانك. لا انا الفكره هاي ما بحبها يعني. اول ما اخذت طبعا الفكره، شلون المبدا المصاري هاي اللي عم تعطيها الحكومه، هي عم تاخذها من محمد يعني، من حضرتك، من استاذ جمال، من فلان، من فلان، عم تاخذ تاكس وبترجع بتعطيني اياها. طيب ما انا انسان كامل صحتي منيحه، طيب ليش بستنى لاخذ من الحكومه وبستنى لاخلي فرصة لغيري؟ هلا هذا انا عم ضيق الفرصة على غيري، مثلا مريض ديسبيليتي او ما في يشتغل، او انه ما بيعرف يحكي انجليزي ومو قادر يشتغل. فانا ليش بروح بحط عالي حالي على الدولة او عالي على المجتمع؟ انا لازم اكون منتج، مو لازم اكون انه عالي على المجتمع يعني. هذا الحكي جميل، يعني انت ما تحملت انك نو تجلس من غير عمل وبدك تشتغل. نو نو انا ما اول شيء اعتمد اشتغلته مع في مطعم شاورما. مطعم الشاورما، ايش يصحون اجلس حلو ممتاز. طيب طبعا انا شوق رحت على نعم كمل كمل محمد. اكثر من محل شاورما يعني، ما حدا قابلني يعني، انه ضليت اسال مره ورا مره. في شخص قال لي اوكي عندي واحد بده يترك، بس طبعا جلس حون، قلت له سكري دزنت ماتر يعني، انا بتغرضى هيك شيء. حلو الشيخ، ايش كان شعورك اول ما بداتوا حياتكم في كندا وشفت الواقع بهذا الشكل؟ واكيد محمد تاخر شوي لحد ما يعني استطاع انه يجد شغل. ايش حسيتي في هذه الاثناء، في هذه الاوقات في الشغل؟ الدخل بيجيكم من الحكومه يا دوب مكفي. هو بصراحة كتير صعب أول شيء، يعني المعيشة كتير صعبة، والواحد خاصة ما في معه لغة، يعني كتير صعب. الواحد ما بيعرف حدا، كمان جاي جديد ما بيعرف ناس كتير. وأنا كنت صراحة، أنا هو مرات كان يروح على الشغل وأنا أروح على مدرسة، على المدرسة كنت ضليت أتعلم أنا لسنتين كاملين ورا بعضهم. يعني أول ما جيت على كندا نهائي ما معي لغة ولا أبدا. صرت تعرفت على ناس، يعني صاروا تعلمت شوي انجليزي، ويعني وجوزي كان يروح يشتغل والحمد لله ماشي الحال. يعني مش وضعنا شوي شوي مشي. يعني اذا بدنا نضل متكلين على الحكومة صراحة، مسائل اذا بدها تعطيك الحكومة ما بتكفيك اجار بيت وبتكفي الكهرباء وغاز عندك، عندي 4 اولاد انا ما شاء الله، يعني ما بدهم شاء الله كمان. عليهم. طب انت اشتغلتي شيء؟ كمان انا اول شيء ما اشتغلت، بس بعدين اول شغله عملتها تعلمت السواقه. انا ما كنت سوق بالاول، تعلمت سواقه السياره كويس اول شغله. كويس. بعدين اجتني فكره انه انا عزمت السبونسر تبعنا كله على العزيمه عندي على البيت، كانوا 20 شخص تقريبا. اما ذاقوا الاكل تبعي قال ليش ما بتعملي اكل، هن اختاروا علي يعني، قال حلو بتعملي اكل وبتبيع الاكل وهيك. والله بعدين صرت يعني أعمل حلويات سورية وروح على كارب ماركت فارمر وبيع هناك الحلويات تبعي، ماشي الحال. حلو. آه يعني الحمد لله. انت اول الملهم للعمل في الاسره كنت انت من طرفك. هي ايوه فكره البزنس هي اللي بدات شغله البزنس في البيت. يا هي طيب صاحبة البيت. طب قبل هيك كان في عندكم شغل خاص حتى لو في سوريا، حتى لو لما طلعتوا على لبنان كنتوا تشتغلوا شيء خاص؟
ايه جوزي بسوريا كان عنده خاص له، يعني الفارمر كان عنده فارمر وبيزرع فيها جميع الخضروات وجميع الفواكه بالفارمر تبعه وبيعها، كان خاص له حلو. هذا. ها يعني انتوا اصلا في داخلكم هذا الشغف ايه للشغل الخاص والبزنس الخاص. صح، هو يعني كان كثير من جميع الفواكه من جميع الخضروات بيزرعها هو وبيبيعها كلياتها. بس نعم وقت مع لبنان الوضع صعب، ولبنان أول شيء كانوا لبنانيين شوي يعني صعب الوضع، نعم لعمرنا بيت وقعدنا ببيت وهيك يعني صعبة، بس الحمد ها لله. عمرتوا بيت في لبنان؟ إيه يا نحن في جماعة والله أعطونا بيت بس ما فيه شيء أبدا، نحن اللي عمرناه وضبطناه وقعدنا فيه. وملك كان البيت هذا يعني تملكتوه؟ لا 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 مو ما إنه تملكتوه. اوكي. طيب الآن بدأتي أنت رحلة العمل ايه في الحلويات صح؟ نعم. ظلوا مقتصر على البيت والمعارف، ولا بدأت تفكري أنت ومحمد كيف تطوروا هذا العمل ويصير بزنس يجيب لكم دخل؟ ايه طبعا انا صرت اخذه على الكارب فارمر على الماركت وبيعه أوكي. بالماركت وكان كل سهل، مرة. وكان سهل إنك تسوقي هذه الحلويات، كان سهل تسوقيها، كانت فعلا يعني كانت فعلا دخلها جيد، ولا يعني كانت على القد؟ صراحة أول شيء على القد، يعني الواحد اللي يصير عنده معارف يصير الناس تجرب بالأول، يعني الناس بتعرف ما بتاخذ شيء ما بتعرفه، بدها تجرب الناس بدها يعني بدها وقت. أول سنة مش كثير يعني، ثاني سنة ماشي اوكي الحال، صار الحمد لله شوي أحسن. ممتاز. وتطور البزنس بعد هيك، تطور هلا معي. ايه ماشي الحال يعني اول من اول سنة. اتطورتوا في العمل، في طبيعة الأشياء اللي بتنتجوها، الحلويات، أو انتقلتوا للأكل عادي ولا ظليتوا على الوضع الأول لأول ما بدأتوا فيه؟ لا أنا بعمل حلويات وبعمل أكل، ويعني بيجيني طلبات أكل كمان وبعمل كيترين، يعني اوكي. مرة الكنيسة تبعتنا عملوا عزيمة تقريبا 110 أشخاص كله عملت لهم أكل. ما شاء الله عليك. إيه وكله من خلال البيت، ما طلعتي برا كله البيت، يعني ما عملتي مطعم، ما عملتي أي شيء برا. أبدا كله أنا عملته كله عندي بالبيت. أوكي. طيب هذا الكلام اتطلب منك لايسنسز، طلب منك شهادات، اتطلب منك تصاريح معينة علشان ايه تتمكني إنك صراحة تشتغلي في البيت وتبيعي؟ ايه إيه؟ صراحة في ناس تطلب مني انه في معك لسن، في معك يعني عملت دورة انا بس ما يعني مشي حال، عملت دورة فود هاندينج. اوكي. ايه واخذتي اي شهاده فيها بتاهلك انه تشتغلي هذا ايه الكلام بس وتسوقي؟ شهادة ايه ممتاز طبعا. ممتاز. طيب محمد، انت بعد هيك انت اشتغلت في الشاورما نعم وانتقلت من محل لمحل لمحل، ما نعم عجبك هذا الكلام، نفسيتك المستقلة اللي بتحب تعتمد على الذات ما تحملت، نعم فبدأت وقررت إنك تبدأ تفكر بعمل شخصي ذاتي خاص إلك. متى بدأت هذا التفكير؟ كان بكندا تقريبا 9 أشهر، أنت صار لك 9 أشهر بدأت تفكر. بدأت أفكر إنه أنا لازم يعني يكون إلي البزنس الخاص فيه يعني. طيب ايش اللي دفعك، يعني ايش اللي دفعك، يعني زوجتك كانت بادية ولا انت كنت بنفس الوقت بتفكر؟ لا أنا جوزتي كانت زوجتي كانت مو بادية بهذاك الوقت، والدخل كان محدود، وطبعا يعني أنا سألت السبونسر تبعي، سألت ناس كثير يعني، اسأل أنا إنه إيه الأفضل، البزنس ولا الورك او امبلوير او سيلف امبلوير، كله يقول لي البزنس از بيتر فور يو يعني احسن افضل. وانا بطبيعتي عندي بزنس يعني، انا بعرف كيف ادير البزنس يعني، انا كنت اتعامل مع البنوك بسوريا طبعا، كيف اعمل قروض، كيف اسحب قروض، كيف سدد القروض كله، حتى كيف اخذ
المعدات من الحكومه، لان في بذار بيجيبوا الحكومه خصبشا، فكل حلو. هذا البزنس وكيف دير العمال وكيف سجل وتدخر والورد، يعني كله انا بعرفه. طيب بس انه خلينا، انت 9 شهور وبدأت تفكر، يا ايش افكار البزنس اللي خطرت على بالك؟ everything اعطيني everything مثال، امثله، اعطينا امثله واحكي لي كيف يعني عملت، يعني خطر ايش على بالك كذا ويو دروب ات، انت بطلت حكيت لا هذا مش مناسب، كيف قررت يعني؟ جيت افتح انه محل شاورما، حلو بعدين تعلمت الشاورما انا وصرت على السيخ وصرت على السيرفيس تمام. فاجى ببالي اول مشروع الشاورما، الكل، فلقيت انه يعني كل العرب اول ما بيفكروا بسيخ الشاورما. يا طبعا اوكي كويس. المهم جدا. فلقيت بالشاورما انه الاونر تبع البزنس بده يضل تقريبا 7 ويك، 7 افري داي 7 ويك يعني بالبزنس، ما عنده 7 حريه، 7 days yeah. يعني ما في تايم، نو ويك. فأمت الفكره من راسي انه انا بدي تقريبا، صح انا البزنس تبعي بس كانه انا بالسجن او الجيل، يعني قلت لا نو نو، بدي بزنس يكون احسن. فعدت من الفتره هاي انا عاد اشتغلت اوبر، عاد اشتغلت سكيب ديشز، يعني انه كيف عم كيب جوينج، عم بدور بس عم بفكر بمشروع بس عم بشتغل بنفس الوقت. حلو. فتعرفت على شخص انا بيعمل فانز اند ديك، بيعمر الفانز والديك، ما بعرف عم عبر الفضة صح؟ فعرفت عليه قلت له انا بشتغل معك اولموست فري، يعني ما بدي اوكي منك شيء بس ماي كونديشن انه بتعلمني، يعني اوكي اما لا بشغلك وبنفس الوقت بعطيك الاجار وبعلمك. قلت له فور فور يعني ماني اي دونت كير، يعني سأل بس انه انا بيهمني انه اتعلم. اوكي فاشتغلت معه تقريبا 8 شهور، هي 8 شهور، وتعلمت المصلحة منه انا وصرت اشتغل وفتحت البزنس. طبعا هو كيب يعني بضل يساعدني، يعني طيب انت الان، انت الان اشتغلت ستيل، بعدك بتشتغل مع واحد كأنك يعني مش مستقل لسه، تحت الاشراف تبعه. نو نو نو، انا مستقل وفتحت الكمباني تبعي ويعني وكل شيء لحالي، انا مستقل يعني. بس انه هذا في متى كان، في اي وقت؟ لاست يير تقريبا، يعني اولموست 2 يير، اوكي يعني تقريبا شيء سنتين صلي. شي سنتين، يعني بعد ما دخلت كندا بسنتين بدأ هذا الشغل تبعك. بدأ هذا الشغل، فتحت الكمباني تبعي وبلش اشتغل. طبعا بالبداية ظليت مرتبط فيه تقريبا، طبعا لأنه أنا جديد يعني ماي كمباني سمول وجديد، اوكي فظليت طيب مرتبط فيه فترة معينة لحتى الاكويبمنت، يعني اخذ من عنده اكويبمنت لأنه الاكويبمنت غالية اكسبنسيف. اوكي يعني انت بدأت معه، يا مظبوط، بدأت معه وبدأت تتعرف على السوق، يا ومن معرفتك للسوق بدأت تعرف شو متطلبات العمل كمان بنفس الوقت، يا وبدأت تعرف المهارات المطلوبة لهذا العمل، يا مظبوط. وبعدين يا لما صرت تشتغل وحدك استقلت عنه شوي شوي بالتدريج. يا بالتدريج، يا بالتدريج، لأنه ما بالتدريج بيني أنه يا باي ذا وي واخذت منه الاكويبمنت، المعدات اخذتها شوي شوي منه يا علشان انت العمليات تعمل شغلك. التقليدية، يا مثل الاسكافيتر مثل التريلر، طبعا هذول نعم فور مي تو بايت، يعني تقريبا بدهم 30,000 دولار، 30,000 دولار انا ما كانوا بيتجمعوا معي بالسهوله يعني خلال سنه يعني. كويس. والان هل استقليت عنه ولا ستيل بعدك بتاخذ معداتك من، لا قلت عنه 100%، اوكي هلا معداتك كلها معك؟ يا حتى هلا امي هلا امي بده يروح يشوف كلاينت زبون، فهو ليتل بت شوي خجول، فبيتصل فيي بيقول لي بدك تروح معي، قلت له طيب ليه؟ قلت تروح معي، انت عندك جرأة اكثر مني، انا ما بتجرأ يعني مثل ما بتحكي انت مع الزبون، فعندك جرأة اكثر مني، وفي عندك الفكرة كيف بتاخذ الزبون، يعني كيف تسحبه وكيف بتخليه يرضى بالمشروع. فقلت له طيب اوكي، فقلت ما تروح معه يعني. حلو. في سؤال عند المهندس سميري بيحكي لك، هل لنا أن نبدأ بتفصيل الأمر خطوة خطوة من بداية اكتساب المهارات إلى كيفية التعرف على متطلبات العمل، حكينا عنها هذه الآن قبل شوي، ثم هل هناك دورات يعني دورات مختصة وشهادات فود هاندلنج، ثم هل توجد معونات وبرامج من الدولة؟ طيب المقصود انه انتوا بديتوا تشتغلوا في شهادات معينه تعرفتوا عليها وعرفتوا انه في شهادات لازم تحصلوها،
شوق طبعا حصلت درست بالمدرسة وحصلت شهادة في الفود، صح؟ صح، بس انا كان ناقصني بعد، يعني انا بس اخذت الشهاده الفود هاندن، بس كان لازمني بعد دراستي بالكولج على الفود، بس انا ما كملت صراحه. ما كملتيها بس. طيب أثر عليك هذا في شغلك؟ الشهاده بس هي باخذ لك كورسات، اخذت الشهاده. أخذت الشهادة. اي نعم. ومحمد طبعا أكيد كان في متطلبات شهادات ولايسنس ولازم تأخذ تصريح بالعمل، صح ولا لا؟ ده يا كان في مطلب تصريح مني انه انا طبعا بقول لك بيرمنت او شيء لايك لايك بيرمنت فور ذا سيتي، يعني انه ايوه، عندي وهذه بجوز تكون اصعب شيء، انه تاخذ البيرمت من السيتي علشان انت تشتغل هيك هيك اعمال. يا طبعا. فانا قدمت السنه الماضيه، قدمت على 3 كورسز واخذتهم وتمام، واموري تمام، وهلا عم بشتغل والسيتي اتس اكسبت مي. ممتاز. طيب، هل كان في اشياء عائق بتعيقك خلال الفترة هذه، زي اللغة، زي اشياء ثانية؟ يا ليتل بيت اللغه شوي كان صعب علي. طبعا انا جيت على كندا ما بحكي ولا لغه ولا حرف انجليزي ابدا، ولا ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. بعد 4 هلا نكست 3 ييرز اخذت الليفل 5. ممتاز، ممتاز. وبتشوف يعني في الآن سهولة في التعامل مع الكاستمر، لما بتحكي مع الكاستمر، لما بتتكلم معه وبتتناقش انت وياه في امور عملك. Yeah, it's easy for me. It's very easy now. طيب، Because... يعني ايش في اشياء كمان استفدتها من الحكومه؟ اخذت قروض، اخذت شيء بهذا القبيل؟ لا ما اخذت قروض، لا انا اشتريت كل شيء مني انا. انا هلا كل كنت اشتغل طبعا بعد الشغل، اشتغل اوبر بالليل، هلا بس خلص الشغل من اشتغل معه انا، روح اشتغل اوبر طبعا مشان نجمع مصاري. يعني هو كان يعطيني بط اي نو اتس مينيموم ويج، ومرتي تشتغل شوي، وانا اشتغل بعد ما خلص شغل اشتغل اوبر لجمعت الاكويبمنت واشتريتهم انا. يعني انا بشتريهم مني، انا ما بدي انه اخذ قرض او اي شيء. قلت تمام، انا ما فيني اذا فيني اشتري الاكويبمنت من دون قرض او مورجش او انترستنج اتس بيرفكت فور مي، فاشتريتهم من طيب تعب. نعم، كمل محمد. يا اشتريتهم اشتريتم مني، يا ما اخذ قرض. يعني؟ طيب، انت لما بدأت، عادة الناس لما تبدأ يعني بيشوفوا اقتراحات كثير، بحكوا لهم لازم تعملوا انتو بزنس بلان، ولازم تعمل دراسة وفيزيبيليتي ستادي ودراسة جدوى للعمل، وتشوف كم بيكلفك، وبعدين اذا كان معك هذا المبلغ هذا متوفر او مش متوفر، تفاصيل بهذا الشكل. هل سمعت هذا ولا ما سمعته؟ سمعت هذا واقترح علي انه وان في واحد اقترح علي قال لي انا بعطيك تقريبا بشتري كل شيء انا، وكل انا بعمل لك الادفيرسمنت وايفري ثينج، بس بدي من المصاري اللي بتطلعها تقريبا 45% اور 50%. I'm not sure I forgot because it's 3 years ago. I'm not اوكي sure. فقعدت انا محمد، بالبيت. اذا بدك تحكي بلغتك العاديه احكي بلغتك العاديه كعاديه. يا انه لغتك العربيه يعني اتكلم فيها بسهوله، ما في اي مشكله. احيانا بتطلع اللغه الانجليزيه في كلمات اسهل من العربي، عشان هيك بتطلع خلاص، مش مشكله. المهم ما ترهق نفسك. يا فانا احنا انا ومرتي تشاورنا وقعدنا يعني فكرنا انت هلا وليكن انه مثلا بعد 5 سنين او 4 سنين او 6 سنين البزنس تبعك صار كبير وفتحت شركه وصار في عندك امبلوير وموظفين، طبعا المبلغ هذا اللي بده ياخذه بيضل ياخذه فور ايفر يعني طول الوقت. نعم. قالت لي ليش بتعمل، ليش نحن ما بنجمع حق الاغراض نحن ونحن بنشتريهم نحن، بنحاول يعني قد ما فينا نوفر ونشتري. فانا كنا كل فتره وفتره نشتري سامثينج، كل فتره وفتره نشتري يعني لحتى جبنا العده كلها. اوكي، يعني نعم. كنت تشاور انت وزوجتك كل يا 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 ما يكون في شيء، تاخذ القرار بشكل مشترك. طبعا لما نفكر وناخذ، ما ناخذ قرار بيوم ويومين، يعني ايام ياخذ معنا شهر او شهر ونص. تقول لي نحن مش مستعجلين، اوكي يعني اولادنا بعضهم صغار
يعني في معنا وقت نفكر، في معنا وقت ما ناخذ قرار غلط، يعني انه يكون القرار صح، يعني ما نندم مظبوط. عليه، يعني نكس فتره، يعني انه بعد 5 سنين او 4 سنين يعني صعب انه ترجع تصلح الغلط. فكنا نفكر هيك ونتشاور مره مرتين ثلاثه، وبالاخير ناخذ قرار ونمشي عليه. طيب شو ايش الصعوبات اللي انت حسيتي فيها وهو محمد في هذه الفترة بفكر بشغل؟ ايش كان يخطر على بالك؟ يعني انت شجعتيه صحيح، لكن هل معنى ذلك ما كانش في عندك خوف نهائي جواتك؟ ما فيك اشياء كنت تفكري فيها؟ هو بصراحة بلا، يعني الواحد بفكر، يعني بفكر كثير شغلات. الخوف بس منه الواحد مشاريع كبيرة مثل هيك، يعني بدها الواحد راس مال كثير، بدها تفكير أكثر، يعني بدها كثير وقت الواحد يفكر يعني يبلش فيها. بس الواحد لازم يبلش خطوة خطوة، ما بيجي كل الشغلات تيجي كلها ورا بعضها، لازم الواحد يبلش أول خطوة بعدين تبلش كلها ورا بعضها. انت وقتها كنت تشتغلي أنا وقتها كنت أشتغل بالحلو، إيه، بالحلو؟ وثاني سنة بلشت أشتغل بديكير كمان، بحضانة اه أولاد. اشتغلتي في إيه الديكير. طيب احكي إيه لنا عن تجربة، احكي لنا عن تجربة الديكير. صراحة أنا اشتغلت بالديكير كمان طباخة. اوكي اشتغلت بديكير طباخة تقريبا للفترة هاي، الفترة هاي بس وقفنا مشان المرض، نعم. مشان فيروس. أما أنا بعدني عم بشتغل والحمد لله، يعني ضليت أشتغل تقريبا سنة ونص. هو يعني الواحد يعني بشتغل، أنا كنت أشتغل حلو وأشتغل ديكير كمان، يعني بخلص من الديكير برجع بيعمل حلو بيوم السبت بروح ببيعه. يعني في الديكير كان بس طبيعة شغلك تطبخي للأطفال ولا؟ وأوقات بقعد معهم طبعا، يوم بكون عندنا تيتشر missing or something بقعد مع الأولاد. طيب خطر على بالك أشياء ثانية تشتغليها غير الـ 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 الأكل؟ أنا خطر أكثر شيء صراحة أنا بحب الأكل، بحب أعمل أكل، يعني بحب أعمل أكل وحلويات، يعني أكثر شيء. ممتاز. وبحب إن شاء الله هيك الله يقدرني أفتح مطعم كمان إن شاء الله. يعني عندك طموح تفتحي مطعم؟ إن شاء الله. يعني طيب إيش الصعوبات اللي بتمنعك إنه تبدأي مثلا بفكرة مطعم؟ لو شراكة مع أحد أو وتعملي دراسة للموضوع، أيوة إيش اللي منعك تفكري بهذا التفكير؟ بصراحة أنا ما مو كثير بشجع لفكرة الشراكة، بحب يعني أنا وجوزي وعيلتي، يعني هاي بحب هيك يعني، وما بشجع كثير للشراكة لأنه كثير صعب، يعني الواحد يكون مع الشريك يعني ما بتعرف بوقت ينكسر الواحد، بوقت ما في معه مصاري، يعني هو لحاله وعائلته بيقدر يدبر حاله، أما إذا كان مع الشريك مجبور، يعني مع الشريك ومجبور فيه. يعني طيب يعني بعد كوفيد 19 بعدك إلى الآن بتفكري في المطعم؟ يعني كثير ناس بيشتكوا من موضوع المطعم، في ناس صار عليهم دروب في المطعم، في ناس يعني معاناة كبيرة يعني. لا أنا فبعدك بتفكري؟ بعدني عم بفكر إن شاء الله. طيب كيف حتواجهي هذا يعني هذا التحدي، تحدي كبير الآن يعني. صح، هلا شوي شوي انا ببلش بالبيت، يعني الواحد بيته، يعني اول شيء بيشتغل ببيته، بعدين يعني بصير معه راس مال بيقدر يفتح مطعم صغير، يعني مو ضروري يكون اول شيء كبير، يعني ما يعني ممكن استعد بيتي وبمطعم صغير، يمكن اشتغل ببيتي وببيع مطعم صغير بس هيك يعني، وبعدين الواحد شوي شوي يصير معه راس مال بيقدر يكبر شغله. بس الشغل شغل الواحد خطوة خطوة مثل ما بيقولوا. يعني أنا ملاحظ إنه أنتوا عندكم شغف العمل المستقل، شغف في البزنس الخاص فيكم، وبتمشوا بالتدريج، ماشيين شوي شوي، بتمشوا الخطوة بتدرسوها سوا، وبعدين بتكملوا وبتشوفوا شو ردود الأفعال، وبعدين بتشوفوا الأثر عليكم، بتشوفوا الصعوبات اللي واجهتكم، تبدوا تحلوها خطوة خطوة. صح بس أكيد لما بدك تنتقلي لموضوع المطعم بده دراسة أكبر، علشان في متطلبات صح لايسنس، في متطلبات سيفتي، في متطلبات، في أشياء كثير، متطلبات أكثر من اللي أنت بتعمليها في البيت. صح هو مشان هيك أنا عم بنطر هلأ شوي شوي أنا وجوزي إن شاء الله، وننطر بلكي تنحل هالأمور، وشوي شوي الواحد بس إنه الناس تعرفك أكثر
بصير راس مالك اكثر، وبصير ناس تطلبك اكثر، تطلب اكلك اكثر يعني منك. طيب محمد، احكي لنا كيف انت اليوم كيف بتلاقي الكاستمر؟ يعني انت بدأت صحيح، تعرفت على مجموعة من الكاستمرز اللي بديت انت تشتغل معهم، والسبونسر او السوبرفايزر اللي كان يشتغل معك اعطاك اول الطريق في الماركت، لكن اكيد انت بتحتاج توسع الشبكة تبعك، النتورك تبعك، تحتاج توسع شبكة العملاء تبعونك. فأنت كيف استطعت إنك تجد شبكة عملاء بحجم جيد وتشتغل معهم ويثقوا في عملك؟ احكي لنا شو السر؟ السر الادفيرسمنت من عندي الدكتور روبا الفتال. انا بحب اشكرك كثير للدكتور روبا الفتال، ساعدتنا دكتور كثير. ربا طبعا معنا وبتشاهدنا، واحنا كمان حنشكرها. انا بحب اشكرك الدكتور كثير. ربا بتحكي لك محمد وشوق ومحمد عثمان وشوق من النماذج الرائعة للقادمين الجدد، وشوق عملت في دي كير، وعملت كترينج للكنيسة 150 شخص. بتحكي عن الكترينج اللي عملتيها شوق، وصراحة احنا هنا هتركك انت تحكي عن الدكتورة ربا محمد، وبعدين انا بتكلم. تفضل. طب بحب اشكرها كثير يعني الدكتوره بهالمناسبه هي. نحن معك نعم طبعا، هي تعبت معانا كثير فتره الدكتوره، شي ما اجينا لحد هلا، ولحد هلا بعد في تواصل وعم تتعب كثير، وساعدتني كثير بالادفيرسمنت وبالفلاير، وهي يعني عندها اغلب الاوقات بتعمل ميتنج فور بزنس، فاولويز نعم الادفيرسمنت عندها، وتدعيني على السمول بزنسز اور سمثينج لايك ذات. اها وفي شخص تاني اسمه بيورن هيلبي اولسو، كمان هو ساعدني بالادفيرسمنت. ومن انا بلشت شغل طبعا، هلا مثل الابن بيقول لابوه، الابوه بيقول لاخوه، انا ما عم بشتغل طبعا بعطي من شغلي انا 5 years warranty، يعني 5 سنين كفالي للشغل اللي بشتغله انا. فلما انه تنبسط من هالشيء وتنسر يعني، واي شيء بده الكاستمر بعمل له اياه، انه يكون شغلي نظيف، واي شيء مو معجبه ببدل له اياه، لو حتى خسرت مني شوي مثلا او خسرت من الشغل اللي عم بشتغله مش مشكله. فانا ما بدور على الماده، انا بدور على البزنس هلا بدي اياه يقوى ويكبر، فمشان هيك الكلايم او الكاستمر صار ينجذبوا اكثر نعم يعني. فانا ما اقول له والله طيب خلصت شغلي واخذت مصرياتي او everybody he's away خلاص ما عاد اشوفك، لا يعني هلا اذا بيحكي معي اني تايم بروح لعنده وانا كل مبسوط ومرتاح يعني، ما بزعج او بنزعج منه يعني. طيب محمد، انت هربت من المطاعم علشانك شفت انه المطعم حياخذ منك وقت كتير كبير، ماشي، 99% والشوق الان متجهة نحو المطاعم وبتفكر تفتح مطعم. فكيف يعني كيف حتوفق انت ما بين الفكرة القديمة تبعك والفكر اللي بتفكر فيه شوق الان؟ ايش نصيحتك لها الان؟ حتنصحها إياها من تجربتك السابقة؟ انا نصحتها كثير فقالت لي، فهي عندها عادي بالاول، هي متعوده انه اغلب الاوقات بالمطبخ، فعندنا احنا نعم عائلتنا 40 شخص تمام، كله مع بعضنا 40 شخص، فالكل كان يقول لها انت اللي لازم تطبخي لنا، انت اللي بدنا ناكل منك، ما شاء فهي الله، متعوده انتوا عائلتكم الكبيرة اللي موجودين حولكم يا 40 شخص. امي وابوي واخواتي وخواتي كلنا 40 شخص تقريبا، وبي بنفس كان المنطقة ساكنين؟ يا كلنا قرب على بعضنا يا يعني، مش نفس الحاره لان حاره لحالنا احنا تقريبا. في كندا عاملين حارة. بسوريا طبعا هذا الحكي، فهي بتحب هالشيء، فانا قلت لها انت المطعم ياخذ وقتك كله، فقالت لي نعم اولادي رح يكبروا يعني السنتين ثلاثه اربعه رح يكبروا، هلا احنا ما بنعرف مستقبل الاولاد بالمدرسه، انه بدهم يكفوا او مثلا ما بعرف يعني، هذا المستقبل ما حدا بيقدر يحزر عليه. نعم فقالت لي ما عجبته المدرسه مثلا يوم من الايام او شيء، فبيلاقوا المطعم موجود يعني، انه سمول بزنس لون او اني ثينج بيعتمدوا عليه. اوكي انه هلا اللي بيروح على المدرسه بيجي بعد الظهر احسن ما يروح يشتغل اكزام عند اي واحد بيجي بيشتغل بالمطعم، طبعا هذا البزنس له لامه، المصاري بتروح من ماي باكيت اللي هو الباكيت تبعه يعني انسايد، يعني نعم هو بيطلع مصروفه
ومن نفس الوقت تعطيه بتوفر علينا انه تعطيه مصاري يصرف على حاله. قالت لي هاي الفكره تبعي انا، انه قلت لها انا مش مستعد للفكره هاي انا. اوكي، وانت بعدك مش متحمس؟ قلت لها انا فيني اساعدك بس مش كمية المساعدة، يعني انه تعتمد علي كثير انه بالمطعم افري تايم. لا طيب محمد، الان انت زي ما حكيت الوقت تبع المطاعم شفته يعني حياخذ من عمرك وحياخذ من وقتك كثير. كم انت الان العمل تبعك كم بياخذ منك وقت؟ يعني انا حكيت معك مرتين، المرتين اللي حكيت معك فيهم، الو محمد معنا؟ يا انا معك طيب عشان الصورة توقفت عشان إجاك تليفون، ف تليفون شو؟ إجاك تليفون فالصورة توقفت. إذا بتحب اطلع وادخل من جديد. اوكي أوكي طيب، إحنا قصة محمد، أصدقائنا قصة محمد وشوق قصة ملهمة للعديد من الباحثين عن عمل، للعديد من القادمين الجدد إلى كندا. محمد استطعت أنك تطلع؟ يا لا انا موجود هلا. لا، بدك تطلع من الكومبليتلي من الابليكيشن من الويب وترجع تدخل من جديد. أيوة أوكي، هيك تمام. فإذا كم بياخد وقت؟ أنا اتصلت فيك مرتين زي ما حكينا، اتصلت فيك مرتين، في المرتين أنت كنت مشغول في العمل، كنت بتشتغل ماشي؟ كم بياخد العمل منك وقت؟ يعني تقريبا البروجكت بياخذ مني 1 ويك ديبند بحكي يوميا، أنت يوميا كم بتشتغل؟ 10 اورز اور 12 اورز سمثينج، يعني 12 10 hours. ساعات ساعات يعني بطلع الكاب تقريبا. وحاس انه هذا الوقت مش يعني مش كبير، مش كثير. يا كبير فور حاليا كبير انا بعرف، بس انه لحتى نأسس حالنا ونعرف انه اتس اوكي وي جود تو جو خفف ساعات العمل. يعني طيب احيانا انا بدي تقارن، ايش تصورك كان بالنسبة للمطاعم؟ المطاعم كان تصورك انه حياخذ منك اكثر من هيك ساعات في اليوم؟ رح ياخذ اكثر ساعات وكثير في لايبيليتي يعني على بالمطعم. يعني ما بعرف مظبوط حتى كنت شوف ايام كثير فود يروح كاربيج، يعني طبعا في خسارة هلا يا في خسائر بالمطاعم، وخاصة وهلا يعني بهالوقت هذا اي نو المطعم يعني كثير عم يخسر تو ماتش بهالوقت حلو. نحن. طيب طيب الآن بعد ما دخلت الكوفيد 19، إيش أثرت على شغلك؟ اثر على شغلي انه ما عاد فيني اول شيء اروح على المحلات، طبعا 60% من الشغل خف. انا طبعا عندي تو بزنس على فكره، يعني انا نسيت لك في عندي بزنس ثاني عم بشتغله كمان حلو، احكي بنفس لنا إياه. انا بشتغل موبايل تاير سيرفيس، عندي الاكويبمنت كمان، اشتريت الاكويبمنت وكله عندي، وهلا افكر اوسعها شوي بعد، يعني بصير عندي تو بزنس. فاللي طيب بلاقيه انا لما كنت احكي معك، انت كنت بتشتغل في الفنس ولا بتشتغل في الموبايل تايرنج؟ شنو في الدكت، يعني عامل دكت وفي عندي انسبكتور كان تو تايم حكيت معي، وتو تايم الانسبكتور بده يجي بعد 3 ساعات، فانا لازم اخلص قبل ما يجي. اوكي، انسبكتور ايش بيفحص الارض؟ احكي لنا شوي عن طبيعة الشغل. هلا نحن بنحط الخشب من التاتش ذو من على الحيط تبع البيت اوكي كله دعامات، وبنحط شو بقولوا بالعربي، انا ما مشتغله بالمره هاي، العواميد او الجويست اوكي اوكي فبيجي الروابط. بيفحص يا الجويست طبعا فبيجي بيفحص انه كل شيء اتاتش فيري ويل، يعني سكرو ات فيري ويل على الحيط، الجويست از جود، البوست از جود، الدجن از جود، يعني ايفري ثينج مليح. طب بقول لك اتس اوكي تو جو، يعني فيك بتكفي، يعني هو النقطه انت بس فيك تكفي للي بعدها. اوكي، يعني انت بس تحط الخشب وتحط العواميد وتشبك وتربطه مع بعض البعض وتربطه على الحيط وتثبته على الحيط وبعدين تثبته في الارض، بعدين بيجي حدا انسبكتور يتاكد انه الكلام هذا صحيح.
صحيح، هي اول شيء بنحط يا كونكريت، بعدين بنحط البوست او العمود، بعدين من كله بنجمعه مع بعضه، طبعا واحد يبقى واحد، يعني الهافي البورد هافي يعني مش خفيف، فبنحط واحد مع واحده وبنجمعه فوق، ايام بيكون هاي 6 فيت 7 فيت، ايام 9 فيت يعني ارتفاع، اوكي فبنثبت مع بعضه انه سيف، يعني انه اذا جاء هواء او ستورم ما بيقع، فبيجي بيفحصه. وهذا العمل إلى الآن، إلى الآن أنت بتشتغل فيه حتى مع وجود الحجر وموجود يا الكوفيد 19 إلى بس الآن بس خفيف، يعني تقريبا 60% خف من الشغل، 60% يعني نزل 60%. يا العالم، اول شيء العالم خايفه، يعني اوكي يعني انا في حدا بده يجي لعندي على الباك يارد وبده يشتغل بالباك يارد واي دونت نو يعني، والعالم شوي خايفه من هالموضوع هاي، طب وانا انت بتاخذ اجراءات سلامه؟ يا انا باخذ معي الماسك، اولويز معي ماسك، اولويز معي الكحول، and there also safety for me، يعني helmet to safety، وبس خلص. قبل ما اروح على السياره كمان بمسح بالكحول، وبغير ثيابي وببدلهم وبحطهم بكيس، وبغير كمان اكوي اجين بالكحول، وبركب السياره، وبعد ما وكيف اطلع من كيف البيت بيجي بيتصلوا فيك الناس؟ هاي الأيام كيف بيتصلوا فيك الناس؟ احنا صار لنا تقريبا فوق الشهرين يعني في الحجر، على فكيف الانترنت، بيتصلوا فيك الناس بيطلبوا منك الشغل؟ يعني بيتصلوا فيه على التليفون وبيعطيني المعلومات، طبعا بقول له المعلومات كلها، فانا بعطيه تقريبا اسسمنت، يعني كلوز هو يعني قريبي للفكره اللي هو اللي اعطاني اياها، اوكي فبقول له تعال، وبروح انا ميجر، طبعا في كيب ديستنس بين مي اند هيم اوكي ات ليست فيت يا 2 مترز، باخذ القياسات وبرجع على البيت وبرسم المخطط، وطبعا انا برسمه يعني، وبشتغل عليه وبحسب قديش بدي اجيب، وبحسب قديش لازم اطلع، وقديش بدي ياكل وقت، كله ببعث لي بعدين الاسسمنت 100% يعني شو لازم تكون. ف وين كيف بتودي له؟ كيف بتشرح له؟ كيف تبعث له باي ايميل، المخططات تبعك؟ باي ايميل على الايميل، أي ايميل؟ يا على الايميل كله على الايميل، كله على الايميل. يا ممتاز. يعني بس طيب له عم بس باخذ القياسات المضبوطه 100% بس، وما بقعد كونكت معه اني ثينج لحتى الابروف ايفري ثينج، بعدين بصير اروح انا اشتغل لحالي. ممتاز ممتاز. وشوق بعد ما بدأت الجائحة وبدأ الحجر، تأثر الشغل تبعك بالنسبة للحلويات ولا لا؟ صح بلا، انا هلا قاعدة والله صراحة، يعني لانه الفارم ماركت هلا يعني مسكر السنة وما اشتغلنا ابدا، بس نعم انا كنت ويب سايت على الفيسبوك مشان نبقى نعرض الشغل تبعنا على الفيسبوك اونلاين. ان شاء الله يمشي الحال، يعني هلا ما في كل الناس قاعدة، حتى شغل الاكل الطبخ يعني خف كمان، يعني بتعرف الناس بتخاف من يجيبوا شغل من برا اكل او شيء، يعني صحيح صحيح. كثير يعني تأثر هالشغل السنة. طيب محمد، احنا كنا بنحكي عن الموبايل تاير اللي كنت تشتغل فيه، احكي لنا شو يعني كيف بدأت فيه ومتى بدأت فيه؟ اوكي اوتو 2 ييرز، السنتين الماضيين رحت انا عندي بدي اغير دواليب سيارتي، فعم بدور على شخص تغير عنده الدواليب، وطبعا نعم انا بهالفتره هاي وينتر، يعني مش انه ما في شغل، وما عندي شغل بهالفتره هاي بالوينتر ما في شغل، فرحت لعند شخص كمان عربي هو، غيرت الدواليب لقيته مشغول كثير، وصرت احكي معه يعني انه شلون الشغل كيف الشغل، ما اللي حاب تشتغل، قلت له اوكي انا حاب اشتغل بس بدي اعرف الفكره، يعني انا مو بشتغلها بحياتي، يعني ولا مره مقرب عليها، انا بعرف بالفارم اكثر من هيك ما دخل لي. فقال لي بعلمك كيف تبلش تشتغل، فقعدت اتعلم، لقيت الشغله سهله ايزي يعني، فطلعت على الاقوى الطولز اللي عم يشتغل فيها، يعني I can do it myself. فقعدت اشتغلت مع الاستاذ معه تقريبا ثلاث شهور، وقام قال لي اوكي وي دان، احنا السيزون دان، ما عاد في شغل. فانا انقهرت يعني، انزعجت، انا قلت لي انا بدي اياك 6 مانث، بعدين بتقول لي 3 مانث، بعدين قلت اوكي نغرب، لانه خف البيزي بده، ما عاد بده ناس يعني، عرفت شلون؟ قلت اوكي، رحت بلشت اشتري اغراض واعمل دعايه،
اولسو عملت بزنس كارد، عملت everything وعملت دعايه لحالي وبلشت اشتغل. طبعا اولسو روبا ساعدتني كثير بالادفيرسمنت، شكرا كثير للدكتور روبا. صرت انا مع معارفي رفقاتي اي حدا بيعرفه اعطيه البزنس كارد، اقول له انا بشتغل هيك موبايل تاير سيرفيس، بيجي لعندك على البيت بعمل لك everything. ومشيت اور جود، يعني منيحه جود جود يعني. والآن نسبة العمل تبعك في الموبايل تاير وعملك الأصلي كم نسبتهم، كم بياخذ من وقتك هذا؟ تقريبا هلا بياخذ من وقتي باليوم 60% 70% وقت. 70%. زاد نعم. في وقت الكورونا ولا قل؟ لا قل. قل كمان في وقت الكورونا. قل وقت الكورونا يا. طيب إيش أفكارك القادمة؟ في افكار ثانيه خطرت في بالك؟ انه ما شاء الله انا شايف من اول ما بدات، من اول ما اجيت وانت بتفكر في البزنس، بتفكر من مشروع لمشروع، فبتطوروا انتم كعائله، صرتوا مطورين 3 مشاريع وشغالين في 3 مشاريع، وقبلها خطر في بالكم اكثر مشروع ودرستوهم ووقفتوهم وما يعني وشفتوهم غير مجدين وكملتوا. ايش كمان في اشياء خطرت في بالك وما زالت تخطر في بالك انك تعملها؟ ايش طموحك الجاي؟ ديلر شيب. اها يا طيب احكي لي اكثر، ايش متى خطر في بالك وكيف خطر في بالك تشتغله؟ السنة الماضية خطر ببالي الفكرة also. رحت لعند شاب انا وقعدت انا وياه عم بيشتغل هو ديلر بالديلر شيب، فكنت راح اشتري سياره الي اولسو يعني راح اشتري، وقعدت اشوف كيف عم بيتعامل مع الزباين وشو عم بيسوي. وعجبتني الفكره اولسو، قلت مش مشكله كمان بنجرب هذا البزنس بس بده راس مال. فسالته قديش بده، قام قال لي بده مبلغ منيح يعني. قلت له اوكي خليني هلا ما معي المبلغ المليح، طبعا افكر انه افتح ديلر شيب بده مبلغ كبير شوي، بس ان شاء الله عن قريب افتحه ان شاء الله. وطبعا انت الى الان مش مفكر تاخذ اي قروض. نو يعني انا بدي اعتمد على نفسي قد ما في، قد ما في بدي اعتمد على نفسي. طيب انا عندي سؤال بالنسبه لكم كاسره. الان انت بتشتغل وما شاء الله الان مرتبط بشغلتين، مظبوط؟ وبياخذ من وقتك حوالي 10 ساعات، وبجوز مرات يزيد عن هذا الوقت. وشوق بتشتغل كانت في الحلويات وبتفكر تعمل، وطبعا والاكل، وبتفكر انها تطور الشغل هذا. كيف انتم حتنسقوا في امور الاسره كاسره؟ اوكي هلا يما انا بروح الشغل، طبعا هي بتروح الصبح بكير اكثر من بالاحوال العاديه، يعني مو الكوفيد 19 بالاحوال العاديه، فهي بتروح بكير وانا بضل مع الاولاد لحتى اوديهم على المدرسه وامن عليهم كله تمام، بروح على شغلي انا. هلا بترجع هي بتجيب لي اولاد، هي بتخلص قبلي شغل، فانا انا تاخرت الصبح هي بتروح بتجيبهم بعد الظهر. بالاغلب الاحوال نقعد مثلا السبت واحد بنفكر بنحكي مع الاولاد، بندرس هلا اللي عنده شيء بده بنساعده مثلا بنطلع رحله، يعني بنفكر بامور الاسره يعني. السبت واكثر شيء الاحد يعني صندي، يعني هذا الصندي انا ما بشتغل شيء، صندي بقضيه كله بالبيت. نعم. طبعا طيب هي نفس الشيء يعني بتضل بالبيت ومدير بنا، يعني بناخذ يوم بالاسبوع طبعا، بس في وين بتيجي من المدرسه من الشغل احيانا تكون عندها حلويات او اي شيء، فالولاد بيساعدوها بيقعدوا حواليها وبتقعد، مو بيساعدوها انه يساعدوها يشتغلوا يعني، بيساعدوها شلون تعطيهم شغله يشتغلوا انه يتعلم، تعلموا شيء يعني، لازم تكون معك تتعلم شيء انه تصنع شيء يعني، بتشجعهم انه يصنع شيء يعني، انه يشتغل لا ياكل او يشتغل اي ثينج يا انه يعني كيب هيز براين بيزي بالانجليزي. طيب شوق، خلال الفترة هذه كلها وانتم بتشتغلوا، ما خطر على بالك هيك في لحظة حكيتي احنا شو ورطنا هالورطة؟ ليش بدينا هالشغل هذا؟ ايش التعب اللي تعبنا حالنا فيه؟ لو ان الواحد شاف له مكان هيك يشتغل فيه بيجي له راتبه احسن له، اسلم لراسه. لا صراحة، لا بصراحة أنا بحب كثير، بحب شغلي وبحب يعني ولا مرة فكرت فيه، يعني بالعكس بقول على الوجه أنا على طول شغل يعني. بس صراحة في مرات ناس يعني أكثر الناس بدقوا على الأكل،
انه غالي اكسبنسيف ما بعرف شو. انا بهاي اللي بتضايقني، بس بالعكس انا بحب اعمل، بحب يزيد شغلي هيك يعني، بالعكس ما بتضايق ابدا. طيب الآن في ناس كثير يعني بيسمعوك، في ناس كثير بيشاهدوكم، وفي ناس كثير مترددين، وبجوز في عندهم مهارات وعندهم إمكانيات بس مترددين، إيش ممكن نعم. تحكي لهم؟ أنا بحكي لما إنه ما حدا يتردد، الواحد أول شيء ببلش خطوة بخطوة يعني، ما لازم الواحد يعني يخاف أو يعني يتردد بشيء، كل واحد في عنده فكرة لازم يجربها يعني، ما بيخسر يعني. محمد، يا ايش في ايش في ايش في عندك خلاصة للتجربة تبعك هذه ممكن تاخذها وتقدمها نصيحة للي بيسمعونا؟ يعني أنا بنصح كل أي شخص يجرب أي شيء، يجرب لا شيء إلا ما يجربه، لابد إلا ما تنجح معه محاولة. هلا الخسارة اللي ما حاول، مو الخسارة اللي حاول وفشل، هلا اللي بيجيب محاول كيب اللي بيجيب جوينج كيب جوينج إلا ما ينجح. نو واي، يعني في طريق بده ينجح فيه أو فرصة بدها تجي ويكفي حياته منها ويقوم مثلي. أنا بقول أنا فلاح، ما اشتغلت أي شغلة، لا بالعمار، ما اشتغلت بالشاورما، ما اشتغلت بالطير، أنا ما اشتغلت أي شغل كله. أجيت هون حاولت ونجحت بالطريق هذا. بده يحاول الواحد، أنا برأيي أي شخص يحاول لو لقى صعوبات، ما في شيء بيجي سهل. ما في شيء بيجي بالسهل، كله بده محاولة، كله بده تعب. طبعاً بالأول بيتعب الشخص، بعدين بيرتاح. بس يتعب بالأول بيوجد بعدين الثمر تعبه. بلاقيها بعدين مو هلا. بتحس انه استقر شغلك الان، انتهى لا التعب، بدأ مرحلة الراحة، ولا بعد التعب لا بعد لقدام؟ شوي بس، يعني تقريبا انا بلشت محل، بلشت باول خطوه بالراحه، اول خطوه يعني. نعم. ده يعني هلا جلست المرحله الصعبه، انا مثل ما بقولوا حطيت اجري على الطريق مش الحال. يعني اول خطوه هاي بالسهل. الحقيقة أنه أنا بشوفكم أسرة مثال للعرب الناجحين في هذا البلد، اللي يثبتوا أنفسهم، اللي بيعملوا بجدارة، واللي بيعملوا يعني وهم مقتنعين أنه قادرين على الإنتاج، وبيرفضوا أنهم يكونوا ناس يتلقوا المعونات، ولكن يفكروا دائما أنهم يكونوا مساهمين ومنتجين في هذا البلد. بدي أترك لكم آخر دقائق تحكوا فيها وتوجهوا فيها كلامكم للجمهور، لمن تشاؤون، تشكروا من تشاؤون، تحكوا عن آخر كلمات لكم في هذا اللقاء. أبدأ به شوق، بعدين محمد تفضلي. شو أنا صراحة أول شيء بشكر الدكتور ربا وأشكر السبونسر تبعي، هو الدكتور ربا أول شيء اللي اخترعت علي فكرة ربا، إنه أنت لازم تعملي أكلك طيب، لازم تبلشي بالفكرة يعني، الحلو اللي بتعمليه كتير طيب لازم تبلشي فيه. السبونسر تبعي كمان كتير شجعني، وجوزي يعني جوزي هو الفضل الأول له يعني، هو كثير بشجعني من هالناحية يعني، كثير كثير يعني. بس شكرا شكرا، تفضل محمد. اوكي، ابي سلامي للجميع، انا وتحياتي للجميع اللي كله عم يشاهدنا، كان عرب او كنديين او اي شخص عم يشاهدنا. وبشكرك لك وبشكر الدكتور جمال اولس كمان على الاستضافه الحلوه، ونحن مسرورين باستضافتكم لنا. ووجه شكري للدكتوره ربا والاستاذ بيورن، استاذ كندي الشخص هذا، نعم. ولكل العرب بكندا، وبتمنى لكل النجاح، لأي شخص النجاح، ويحاول لايف، ما حدا بيفشل، بيحاول، الفشل هو أساس النجاح، اللي ما بيفشل ما بينجح. هذا القاعدة. وأنا كمان بدوري بدي أشكركم وأشكر محاولاتكم وأشكر وجودكم وإصراركم حتى تعطوا نموذج رائع
للأسر العربية المنتجة، حتى يكون مش بس على مستوى الأسر العربية، كمان تعطوا نموذج على مستوى الأسر الكندية، إنها تكون تعتمد على نفسها وإنها تحصل رزقها بيدها. شكرا محمد، شكرا شوق، وشكرا لمشاهدينا جميعا، شكرا كثير وتصبحون حبيبي، على ألف خير. وأنت شكرا مستعد، لك. شكرا لك.